السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ينصر إخواننا وأصدقائنا في فلسطين الحبيبة. اللهم آمين يا رب العالمين. الله يبارك في الجميع. النهاردة تاريخ 18 مارس لسنة 2024. طبعا في البداية بنشكر الأخ محمد من الأردن مشاركة معانا الفيديو دوت أو الخلية ديت، ونتمنى من الأصدقاء اللي بيتابع معانا يستمعوا لبعض النصائح، سواء الأخ محمد قام بها بطريقة صحيحة أم بطريقة خاطئة. طبعا مشكور الأخ محمد إن هو سمح بنشر الفيديو ده. طبعا الله يبارك في الجميع. خلية الأخ محمد نقدر نقول تتكون ما شاء الله من طابقين، يعني 20 برواز ونصف عاسلة، تمام. فعاوزين نشوف التطور داخل الخلية. طبعا هو حاليا في موسم الحمضيات، أو نقدر نقول في موسم الموالح كما يطلق أو يسمى في حسب كل بلد، اللي هو البرتقال والسفندي والليمون وما شابه ذلك، الحمضيات عامة بشكل عام. طبعا الله يبارك في الجميع. ربما يكون احنا في بداية الموسم سواء في الأردن أو سواء داخل مصر أو معظم البلدان العربية، تمام. طيب الأخ محمد إن شاء الله هيقوم بعملية فحص الخلية، أو نقدر نقول الطابق الأول اللي هو طابق التربية، زي ما احنا شايفين إن شاء الرحمن في الفيديو. فهنشوف إن شاء الله آخر التطورات اللي موجودة عنده، وهل ممكن نعطيه بعض النصائح أو الأمور إن شاء الله تكون ماشية على الطريق الصحيح بالنسبة ليه بإذن الله. طبعا الطابق الأول زي ما احنا شايفين ما شاء الله نقدر نقول ممتلئ، سواء الخلية 9 براويز سواء 10 براويز. لابد إن الأخ النحال قبل ما يفكر يرفع عاسلة يكون الطابق الأول ممتلئ بالكامل، تمام. طبعا الأخ محمد نقدر نقول بيقوم برفع برواز من أجل نقدر نقول يعرف يتحرك في طابق التربية، ويقدر يتحرك في البراويز أثناء الفحص. طبعا ما شاء الله زي ما احنا شايفين بالنسبة للبرواز الأول في عسل بس مختوم. أنا ما عنديش علم هل العسل المختوم ده عسل نقدر نقول طبيعي ولا ناتج عن التغذية. نتمنى الأخ محمد يكون متابع معانا ويدلنا على الشيء ده. طبعا البرواز اللي بعد كده ما شاء الله حضنة مغلقة ما شاء الله تبارك الله، يعني أمر ممتاز. وبالنسبة للكثافة النحلية أنا أرى أنها ممتازة، تمام. بس نصيحة بس لأخونا محمد، أو سواء اللي بيقوم بأثناء فحص الخلية، يحاول بقدر الإمكان البراويز اللي بيقوم بفحصها أو تفقدها تكون مباشرة فوق الخلية، يعني ما يحاولش يباعدها أو يباعد يده بعيد عن الخلية. لا قدر الله ممكن الملكة تسقط، تمام، وبالتالي نخسر ملكة خلية نقدر نقول فيها جيش من النحل، سواء 10 أو 20 برواز، تمام. ما شاء الله احنا شايفين بالنسبة للحضنة المغلقة أو النشاط تبارك الله ممتاز، كذلك البرواز اللي بعد كده حضنة ممتاز، كذلك الكثافة النحلية ما شاء الله. طبعا احنا منتظرين بإذن الله برضو نشوف كذلك العاسلة، تمام، وأتوقع أنه مركب حاجز ملكي ما شاء الله تبارك الله. نسأل الله يا رب يبارك للجميع ويبارك للأصدقاء جميعا. براويز كلها حضنة مغلقة، ده نقدر نقول إن دل على شيء يدل على إن المرعى ممتاز، ويدل على إن الأخ محمد أكيد قام بعملية التجييش، تجييش النحل في وقت مبكر ما شاء الله تبارك الله. اللهم بارك يا رب. نسأل الله يا رب يبارك للجميع. أنا أرى إن طابق التربية كحضنة مغلقة ما شاء الله ممتاز جدا، تمام. كمية الحضنة اللي موجودة ومعظمها حضنة مغلقة ما شاء الله تبارك الله. اللهم بارك يا رب. بس طبعا طبق التربية ده هنحكم على العاسلة، تمام، لأن نتمنى أن يكون العاسلة ما شاء الله تبارك الرحمن. بس في ملحوظة أخونا محمد، نعم، بالنسبة للذكور ديت، تمام، أنا أتمنى منك أنك أنت تحاول تشيل حضنة الذكور دي، يعني تجيب المقشاط اللي هو خاص نقدر نقول بوقت فرز العسل، تقشط الحضنة اللي هي حقات الذكور دي، تمام، حضنة الذكور فقط، تخربها،
طب ايه الاستفادة من العمل ده؟ الاستفادة انك انت لما تخرب، او نقدر نقول تخرج حضنة الذكور دي، هتخلي النحل مباشرة يخزن فيها عسل. الامر الاخر انت بتوفر تغذية الحضنة دي، لانك انت في موسم موالح، ما انتش محتاج للحضنة دي نقدر نقول، بالخصوص ان هي حضنة ذكور، تمام؟ فتحاول توفر الغذاء بتاعها. اي احد من الاصدقاء اللي بيتابع معانا في موسم عسل وعنده حضنة ذكور ازيب من اللازم، تمام، يحاول يخربها او يقشطها، تمام. النحل مباشرة هيقوم بعملية التنظيف، يعني اتمنى الاصدقاء يكونوا وصلوا من النقطة دي. النحل بعد ما انت تخرب حضنة الذكور هينظفها، هيعبي مكانها عسل، وانت كده نقدر نقول ضربت عصفورين بحجر. اول حاجة وفرت التغذية بتاعتها، وفرت التدفئة بتاعتها، تمام، وبالتالي النحل مباشرة هيتجه ان هو يخزن فيها. على الاغلب بتكون حضنة الذكور دي يا اما في الاعلى في الهلال العسلي او في الاطراف، تمام، ودي بتكون حاجة كويسة. طيب عامة بالنسبة للطبق التاني، ما شاء الله شايفين الحاجز الملكي راكب. طبعا الحاجز الملكي راكب ما بين الطابق الثاني وما بين النصف عسلة، ده اللي احنا شايفينه. طيب عامة نتفقد او نشوف الخلية العاسلة الوضع فيها بيقول ايه. طبعا كده الاخ محمد سامح، نقدر نقول بمرور الملكة في الطابق الاول اللي هو التربية ومن ثم العاسلة، يعني مديها الحرية تتحرك في الطابق الاول والتاني، فقط نقدر نقول فاصل الملكة عن النصف عسلة، تمام. طيب خلينا نشوف الطابق التاني دوت الوضع بيقول فيه ايه. برواز الاول طبعا شمع اساس، لا دي اول حاجة خطأ، دي اول حاجة خطأ من الاخ محمد، نتمنى يقوم بتصحيحها. طب خطأ ليه؟ شمع الاساس ده يعني انا تكلمت قبل كده في الموضوع ده، لابد يكون في التربية، لابد يكون في الطابق الاول، تمام. اتوقع كذلك كان الاخ سعيد بركات من فلسطين كان سأل على الموضوع ده وقلت له نفس الامر، تمام. طب البرواز اللي بعد كده شايفين ما شاء الله، يعني ربما يكون عسل على ما اتوقع، ما كنتش انا مخطئ، تمام، ممتاز عامة. بس انا احب اعطي نصيحة للاخ محمد. اولا عندك برواز شمع اساس او اتنين حسب ما انت منزل، لو خلي بالك من المقولة دي، لو انت مضطر والخلية محتاجة الشمع ده، شمع الاساس، فلازم ان تحطه في التربية. ما انتش مضطر ما تنزلش اساس اثناء الموسم، وفر عملية بناء شمع الاساس في الموسم، لان هيستهلك رحيق منك. فاهم عليا الاخ محمد؟ يعني اتمنى ناخذ النصيحة دي بعين الاعتبار. اثناء الموسم نحاول نتفادى تنزيل اساس، الا لو الخلية هتبني زوائد وانا بالتالي مضطر. انا شايف بالمناسبة اخونا محمد العسيل عندك الكثافة النحلية اللي موجودة فيها، او الطبق التاني الكثافة النحلية اللي موجودة فيها، نقدر نقول مش بالقدر الكافي، تمام، ان انت تنزل مثلا شمع الاساس ده، تمام. فاتمنى منك لو عندك مثلا برواز شمع اساس انت نزلته، ده برواز ايه ده اساس برضو، بس النحل قام بعملية بناء الاساس ده. طيب الاساس ده النحل بناه، نزله في التربية تحت، نزله في التربية تحت. اولا لو النحل خزن لك عسل في البرواز الجديد ده اثناء الفرز بتاع العسل ده، البرواز هيكون عرضة ان هو يتكسر لانه شمع لسه جديد. فاهم الاخ محمد؟ نتمنى من الاصدقاء اللي بيتابع معانا يأخذوا النصيحة دي بعين الاعتبار. شمع اساس لو انت مضطر نزله في التربية، تمام، على اساس الملكة حتى لو وضعت حضنة فيه انت ما انتش محتاج تفرزه، لانه هيكون اسرع حاجة في تكسير البراويز الجديدة، تمام. فالاخ محمد اتمنى منك تقوم بالعمل اللي انا اقول لك عليه ده، تقوم الله يبارك في عمرك برفع بعض براويز الحضنة المغلقة اللي موجودة في طبق التربية، ما شاء الله انا شايفها ممتازة، ارفعها للعاسلة، ومن ثم نزل بعض البراويز سواء اساس لو النحل هيغطيها نزلها تحت في التربية، تمام. اتمنى تكون وصل لك الجزئية دي. النصف عاسلة يعني انا اتوقع ملهاش لازمة، هنشوف برضو وضعها ايه، بس انا اقول ان هي ملهاش لازمة. وحاول انك انت تحط الحاجز الملكي ده، الحاجز الملكي ده تحطه ما بين الطابق الاول والتاني،
تمام، لان ممكن يكون النصف عسيله كده ملهاش لازمه، تمام، لان الكثافه النحليه عندك انا شايف ان هي مغطيه الطابق الثاني يكاد يكون بالعافيه، او نقدر نقول اخرها ان هي مغطيه الطابق الثاني فقط، يعني ممكن يكون ما شاء الله نحلك مثلا يغطي 17 برواز 18 برواز، انا ارى كده مناسب، تمام، ونحكم برضو على العسيله اللي احنا هنشوفها، تمام. فالنصف عسيله اللي احنا هنشوفها ان شاء الرحمن ديت، بس انا عاوز اقول ملحوظه بسيطه، ان حل ما بيقوم بتركيب نصف عسيله بيركبها لما يكون الفيض او موسم العسل شديد في الغزاره بتاعته، تمام، ويكون كميه العسل كبيره، انما لو موسم نقدر نقول متوسط او اقل من متوسط، تمام، ما يبقاش محتاجه شيء. طب اهو، اهو ده اللي انا اتكلم عليه اخويا محمد، النصف عسيله البراويز اللي انت بتشيلها ما فيش نحل يغطيها اولا، تمام، رقم اتنين برواز فارغ ما فيهوش اي عسل، تمام، يبقى ملهاش لازمه، يبقى ملهاش لازمه سواء البرواز الاول اللي انت رفعته او البراويز اللي هترفعها بعد كده. ده الواضح نقدر نقول من الصوره اللي قدامنا، نفس الامر، فيش نحل مغطيه، ملوش اي لازمه، تمام، يبقى انا اشيل النصف عسيله دي نهائي، واقوم مرحل الحاجز الملكي اخليه ما بين الطابق الاول والثاني، وابتدي ارفع حضنه مغلقه للعاسله، تمام، وانزل بعض البراويز تحت في طابق التربيه من بخصوص الاساس لو انت مضطر تنزلها، تمام. العاسله دي انصحك اول ما تستمع للفيديو ليا ان شاء الرحمن مباشرة بكرة تشيلها مباشرة، اهي لا يوجد اي نحل على البرواز ولا كذلك يوجد عسل، تمام، احنا كده بنضيع وقت بنشتت النحل، تمام. يبقى انت نقدر نقول جيشت نحلك وتعبت في نحلك، ولكن الخطأ اللي انت قمت بيه بتاع النصف عسيلة ده مالوش اي لازمة، لا يوجد عسل نهائي، فين العسل؟ لا يوجد عسل، تمام. فعشان ما تشتتش النحل بتاعك الله يبارك في عمرك، اتمنى تستمع لنصيحتي، ارفع النصف عسيله دي نهائي، تمام، ورحل الحاجز الملكي، واهتم فقط بان يكون ما شاء الله سواء عندك الطبق الاول التربيه او الطبق الثاني ال 20 برواز دول اهتم بيهم، تمام. حاول نقدر نقول تكون حريص، لا قدر الله لو النحل بنى بيت تطريد او بيت احلال تكون منتبه، تمام. مشكور اولا على انك انت شاركت معانا خليه او شاركت معانا العمل بتاعك، سواء احنا نستفيد او الاصدقاء اللي بتتابع نستفيد. نسال الله العظيم رب العرش الكريم يا رب يبارك لك في نحلك، اللهم امين. ومشكور كل الاصدقاء سواء اللي بيتابعوا معانا من الاردن او بيتابعوا معانا من جميع البلدان العربيه، نسال الله يا رب يبارك لجميع الاصدقاء، اللهم امين يا رب العالمين. وينصر اخواننا واصدقائنا في فلسطين الحبيبه.